أصدقائي مرحبا، الحقيقة اشتقت لكم كتير. بدي أخبركم أني بطور إعداد وتقديم برنامج جديد بعيد جدا عن السياسة، ولكنه بيتعلق بالرسم أو الفنون التشكيلية. البرنامج عبارة عن مسابقة بيتبارى فيها فنانون محترفون أو هواة للفن التشكيلي، وهناك عدة مراحل بمر فيها المتباري وصولا إلى الجائزة الكبرى. البرنامج رح يعرض على قناة يوتيوب اسمها World Art Collector Incubator، وبسبب جائحة كورونا الحالية تأخر شوي إطلاقه، ولكن منوعد المشاهدين أنه وقت الانطلاق رح يكون قريبا جدا إن شاء الله. تابعونا عبر إنستغرام لأي جديد بيتعلق بهيدا البرنامج.